أنا كتير بحترم قرارك حبيبتي. بنتي جانو اجت لحياتي من 25 سنة، وشوي شوي صارت هي حياتي. طول عمري كنت أحلم تجيني بنت، لهيك لما ولدت بعد فينود أنا كنت كتير كتير مبسوطة، ويمكن مشان هيك هي كانت مميزة عندي. بس لما تتنازل عن مستقبلها وعن كل شي بحياتها مشاني، بتصير مميزة أكتر عندي. حبيبتي أنت عملتي كتير مشاني، لما أنا ما كنت قادرة أهتم بهالعائلة وحدي، أنت أخدتي عني وتنازلتي عن حلمك الخاص، وتركتي دراستك ونسيتي كمان كل مستقبلك. انتي ضحيتي بكل احلامك واخدتي مسؤوليه هالعيله عني. والشي اللي عملتيه كتير كبير عندي. صحيح الدراسه مهمه، بس هي مو كل شي. لحالة ما بتعلم شو يعني الواحد يضحي مشان غيره. بس انتي بدون ما تدرسي كنتي افضل الكل، وانتي كنتي دائما واقفه جنبنا كلنا. أنا دائماً كنت أقول لأنك ما درستي ما رح يجيكي حظ وما حدا رح يقدرك، بس الدنيا إلا ما تضحك لك شي يوم لازم يكون في حدا رح يقدر يفهمك منيح ويقدر قيمتك، حتى لو ما كنتي دارسة مثل إخواتك. بنتي أنت عندك كل المؤهلات يلي بتخليكي زوجة مثالية. كنت متأكدة إنه الله رح يبعتلك رجال منيح يقدرك ويفهمك صح، بس ما حدا فهمني. الكل فكر إني عم أطلب كتير. يمكن هني معهم حق، بس ما حدا شافك بعيوني. جانو، أنا دائماً كان عندي حلم واحد، بعد ما تتجوز بارشا وفيشاليا ويصيروا يجوا لهون مع جوازهم، وأنتي تجي لهون مع جوزك وشوفك مبسوطة معه. أنا زعلانة لأنك مو متعلمة، وفوق يكون جوزك مو متعلم. لهيك إذا كان جوزك منيح معي رح أقول إنه الله استجاب لدعواتي. لما شي شاب كان يرفضك لشي سبب، كنت فكر انه الله بده يبعت لك نصيب احسن منه على قد نيتك، وفكرت انه مشي الحال لما صدقت انه شاب مهندس وخليتك تتجوزي. وبعد العرس اكتشفت انه الشاب مانو مهندس، مجرد ميكانيكي. أنا بعترف بصراحة
إني ما كنت شجاعة لأني ما قدرت أعمل لك أي شيء. بس الحقيقة المرة إني ما قدرت أعمل أي شيء لأنه توقعاتي تحطمت، والأصح إني ما بدي أشوف جانا زعلانة. أنا سألت حالي 100 مرة ومرة ليش كل هالشي صار لجانا. بس اليوم أنا لقيت جواب سؤالي. جانو شالت الطوق تبع الزواج لأنه ما فيها تتحمل تشوفني زعلانة. بس أنا أدركت إنه جانو بتعتبر حالها متزوجة هلا. بتعتبر إنه مازن صار زوجها هلا. لو ما كان صح ما كنتي تضايقتي بعد ما ضاع الطوق مني، وما كنتي رحتي دورتي عليه. ما عم احكي صح؟ يمكن عم نخطط لحالنا يلي على طول بنحلم فيه، بس ما بيصير الا يلي الله كاتبه. يمكن الله رايد انه جانا ومازن يتزوجوا، أنا بظن إنه الله جمعهم هن الاثنين لحتى راحوا التقوا بالصدفة عند الجامع وصلوا سوا. وقتها أكيد الله استجاب لدعواتهم، وإذا كانت هاي إرادة الله وقتها ما حدا بيقدر ينهي علاقتهم ببعض. البسي حبيبتي، ما حدا رح يقدر ياخد منك أي شي بدك إياه. لك حياة سعيدة. يا ريت انتو تحددوا شو وقت مناسب بكرة لحتى نجي ناخد كنتنا على بيتها. الموضوع اللي بهمنا أكتر شي انك باركتي هالزواج هاد. بنتي جانو أمانة عندكم. إذا بتريدي لا تقلقي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.